بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المستوى الثالث يسعدني جدا أن ألتقي بكم مرة أخرى في درس جديد من دروس علوم البيئة على 201 واحد وسيكون درسنا اليوم بإذن الله تعالى عن تدمير مواطن البيئة فلنبدأ هذه الرحلة معا في البداية أعزائي مواطن أو البيئة هي عبارة عن منطقة تعيش فيها كائنات حيه، ايا كانت هذه المنطقه، ويطلق عليها التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي هو عباره عن تنوع الكائنات في نظام بيئي معين، سواء نظام اليابسه، نظام البيئه البحريه، اي نظام ايا كان توجد في هذا النظام كائنات حيه تعيش في هذا في هذه المنطقه. هذه الكائنات الحيه تعتاد العيش في هذه المناطق. تتكيف مع الظروف الموجوده في هذه المناطق، ولكن يحدث أحيانا عمليه تسمى فقدان الموطن. فقدان الموطن أعزائي هو عباره عن اختلال الجزء الذي يحتاج إليه الكائن الحي للبقاء في نظام بيئي معين، فمتى ما اختل هذا النظام يفقد هذا الكائن موطنه. ومن أهم أشكال فقدان الموطن هي قطع الأشجار، فالأشجار تأوي الطيور والحيوانات المختلفة على سطح الأرض وما إلى ذلك، هذه كلها الكائنات تفقد موطنها عند قطع الأشجار. ايضا انشاء المجمعات والابراج السكنيه في الاصل تكون الاراضي عباره عن مناطق تعيش فيها الكائنات الحيه فتزال هذه المناطق كلها لانشاء المجمعات السكنيه. ايضا تغيير الواحات والواحات هي عباره عن مناطق في وسط الصحراء تغير هذه المناطق وتتحول الى منتجعات سياحيه. ايضا من اشكال فقدان الموطن هي تغيير مجاري الانهار باستخدام السدود مثلا للتحكم في تدفق الماء، وشرحنا سابقا عن الاثار السلبيه للسدود. ومن اشكال فقدان الموطن ايضا القضاء على المحميات الطبيعيه. والمحميات الطبيعيه اعزائي هي عباره عن مساحات من الطبيعه فيها كائنات حيه، فيها ظواهر طبيعية ولكن تكون محاطة بحيز عازل عن نشاطات الانسان لا يتدخل فيه الانسان ابدا بل تعيش يعني هذه المنطقة في سلام وبعيدا عن جميع انشطة الانسان فاذا قضيت تم القضاء على هذه المحمية فستفقد الحيوانات والكائنات الحية في هذه المنطقة موطنها عند فقدان الموطن بعض الحيوانات تهرب إلى مواطن جديدة وتتكيف معها ولا تتأثر بفقدان موطنها ولكن هناك كائنات أخرى لا تستطيع التكيف مع الظروف الجديدة فماذا يحدث لها؟ عملية الانقراض كما حدث للديناصورات، الديناصورات انقرضت فالانقراض هو عبارة عن اختفاء لكائن حي من جزء من او من جميع اجزاء المدى الجغرافي فيفقد هذا الكائن الحي. ومن اسباب فقدان التنوع البيولوجي او التاثير على الموطن الكائن الحي او الانقراض هي ما يحدث في الغابات. ما يحدث في الغابات هو قطع الاشجار وازاله الغابات لاغراض كثيره منها توفير اماكن العيش او احيانا تحرق هذه الاراضي لانتاج الاراضي الزراعيه. وربما ايضا يتم ازاله هذه ازاله الغطاء النباتي او الاخشاب لتصدير الاخشاب والاستفاده منها اقتصاديا. او ازاله الغابات ايضا لغرض زراعه الحشائش. تزال الغابات وتزرع مكانها الحشائش لتصبح مراعي للحيوانات وحتى يتم بيعها وتصديرها كذلك. اما ما يحدث في البيئه البحريه فاحيانا يتم تدمير الشعاب المرجانيه التي تناولناها سابقا في درس سابق. تدمير الشعاب المرجانيه ايضا لانشاء شواطئ جديده او من خلال عمليات الصيد الجائر فتتدمر الشعاب المرجانيه وبالتالي هذه الكائنات الحيه التي كانت تعيش في هذا الموطن ايضا ستفقد موطنها. وربما ايضا تحويل مجاري الانهار يؤدي ايضا الى نفس النتيجه. وهناك اعزائي ايضا اهميه كبيره للتنوع البيولوجي ومنها اثر مباشر على الانسان بشكل مباشر. فالتنوع البيولوجي يفيد الانسان بتوفير ماده جينيه جديده لزراعه محاصيل زراعيه بحيث ان هذه المحاصيل تكون ذات جوده عاليه وتقاوم التغيرات البيئيه والظروف الصعبه البيئيه. وايضا نقطة اخرى فان معظم النباتات تدخل في صناعة الادوية مثل ادوية السرطان، ادوية الملاريا وكثير من الامراض تدخل في صناعتها الكائنات الحية الموجودة في هذا التنوع البيولوجي. وهكذا اعزائي الطلبة والطالبات الكرام نختتم درس تدمير مواطن البيئه اراكم باذن الله تعالى في دروس اخرى من مقرر على 201 تحياتي لكم